آلاف أساتذة التعاقد يحيون صندوق التقاعد ويشكون اقتطاعات جديدة. ما يزال الشك علامة بارزة في تدبير علاقة الحكومة بالأساتذة المتعاقدين، فخطوة إدماجهم ضمن الصندوق المغربي للتقاعد لا يراها هؤلاء الأطر تلبية لمطالبهم بقدر ما يعتبرونها محاولة لإنعاش الصندوق بأموال فئة مجتمعية شابة. والتحق ما يقارب 102 ألف أستاذ متعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات الموظفين في القطاع العام، سيقتطع مبلغ 550 درهم من أجورهم كواجب الانخراط في الصندوق، وهو ما من شأنه إنعاش النظام المهدد بالإفلاس. وصدق مجلس الحكومة الأخير على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للنظام المعاشات المدنية المحدد بموجب القانون رقم 011.71 قدمه وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري. وأثار الاقتطاع الجديد من أجور الأساتذة المتعاقدين جدلا حادا في صفوفهم، فالوزارة تسحب من أرصدتهم كل شهر مبالغ تتراوح بين 800 و1500 درهم بسبب سلسلة إضرابات عن العمل خاضوها للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.